بسم الله الرحمن الرحيم. فجر يوم الخميس 13/6/2013 مدينة مورك، هذه هي الكتيبة المتواجدة شمال المدينة، تم تفجيرها بشكل كامل بالعتاد والذخيرة والجنود على أيدي أبطالنا، أبطال الجيش الحر. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذه إحدى آليات الأسد، هذه إحدى آليات الأسد تحترق. الله أكبر. الله أكبر. تعد هذه الكتيبة من أخطر النقاط العسكرية التي قام النظام بزرعها حول المدينة. الله أكبر. راحوا. الله أكبر. Yeah.